الجمودي حول الأموال المنهوبة واللي تفاعل معها رئيس الجمهورية وطلب من لجنة استرجاع الأموال المنهوبة إنها تنعقد بشكل عاجل على إثر بعض التصريحات اللي حكينا فيها سي بدر الدين الجمودي القيد في حركة الشعب والرئيس السابق للجنة مكافحة الفساد بالبرلمان، يطلب إنه يوضح عدة نقاط في علاقة بما قيل هنا في البلاتو. سي بدر الدين أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا، مساء الخير وشكرا على إتاحة الفرصة للتفاعل معكم حول هذا الموضوع. مرحبا، شكرا. تفضل. يعيشك. أنا أمس ما كنتش متابع بشكل مباشر لكن سمعت التسجيل بعد تعادة الحصة متاعكم. لفت انتباهي تصريح السيدة اللي كان معكم السيدة مية القصوري حول تقييمها لتصريحي أنا والخبر اللي نشرته، وحكيت على التخلويط للأسف أنا كلمة المفروض ما تستعملهاش وهي معناها محل احترام ودي موجودة معك في البرنامج، كان بالأحرى على الأقل تسأل عن مصادري وتتحرى في مدى صدقية الخبر اللي أنا نشرته وأنت كان لكم السبق في أنكم تعالتوا معاه في بالوقت. أنا نقول للسيدة ميرا والحكم الصادر عن ابتدائية أو المحكمة الابتدائية بالمحكمة الإدارية في ثورها الابتدائي في باريس عندي الرقم نتاعه تحت رقم 210-36-6-4-2 عن الدائرة الرابعة من الغرفة الثانية. الأوديونس تمت نهار 16 مايو 2022 والقرار الصادر عن المحكمة الإدارية كان في 7 جوان 2022. وطبعا نعرف حتى في تونس كما يصدر حكم ما نزبوش تأخذ النسخة نتاعه من نهار الأول. أخذت وقت قرابة 10 أو 15 يوم لما جاءت لدي الوثيقة. أنا خرجت الأعلام لأهمية ما تضمنه من خطورة على المال العام، صرحت بأنه ثم فرصة كانت متاحة لاستعادة هذه الأموال المنهوبة وللأسف تقصير من السلطات التونسية تخلي الأموال هذه ترجع لتونس للدولة التونسية للأسف. الأجال تبدأ من 7 جوان 2022، أجال الاستئناف فيها شهرين، يعني ما زال عندنا قرابة شهر وتنقضي الأجال، وهذا علاش كان جاي عبر موجاتكم بالسيد رئيس الجمهورية للتدخل، وحسن فعل لأنه دعا رئيس الحكومة حول هذا الموضوع. أنا كل من نحب نأكد عليه، أنا لما نقوم بتصريح أو موقف مش نبحث على البوز، أنا نبحث في إطار مسعى انخرطت فيه منذ زمن طويل بأني نحارب الفساد وبأني نحاول أن نستعيد الأموال المنهوبة، وأكثر من مرة دخلت في هناك المملكة المصادرة والاستهتار اللي صاير بل بالعكس جرائم مرتكبت من طرف أجهزة رسمية وفي تفريطة في هذه الأملاك وكذلك في الأموال المنهوبة. كان الغرض متاعي هو لفت انتباه الرأي العام والسلطة بصورة خاصة. عبارة التخلويط اللي استعملتها مية نطلب لها تسحبها لأنه أنا بالوثائق وهذا حكم، وإذا هي تقول حكم قديم تقول أنا هو القديم، إذا كان 7 جوان ماهوش قديم و7 جوان والوثيقة فيدي يعني الحكم حديث والأجال ما زالت سارية، والأهم من هذا هو دعوتنا لتدارك هذا الوضع ماهوش البحث في صدقية الوثائق ولا غيره، لأني أنا أتحمل مسؤوليتي كاملة لما تتصل بي شمسة فام وحبيت نوضح لها المسألة هذه. سمعتي في الميزان ما نزلش حديث وما عنديش ما يأيده، والمؤيدات موجودة تنحاول نبعث هيكم أنشروها حتى على الصفحة الرسمية. هو فقط كلمة التخلويط هكو مش خلي ما يجيوب كما سي بدر الدين حكيت على التخلويط في علاقة بالقيمة هاي بش يجيوبك ما سي الجمودي مرحبا بك. دونك نحبوا نرجعوا الامور للمعقول معناها باه تو احنا كيف حكينا البارح على اللي يظهر لي خاطر كنت بيدك قلت انت ما سمعتش لكن عاودوا لك باه لا ما سمعتش باه باه يا سيدي مالك كيف سمعت نستغرب اللي انت اولت الحكايه بالطريقه هذه. انا كيف حكيت على التخلويط، التخلويط هو في الطرح العام المسألة هذه متاع استرجاع الأموال وسعة حول المبالغ اللي هي مبالغ ما هيش صحيحة. واحد كيف يجي يقول لي 5000 مليار وقت اللي أنت كيف ترجع للفونداسيون شيخبا ترجع أرجع للسيت تاع لفونداسيون شيخبا اللي هي راهي وقتها اللي شكيت
وهي اللي وصلت لتجميد الأموال. وبنات بن علي كيف هما عملوا القضية عام 2016 ضد متحمة وشيخبا. شيخبا المبلغ اللي تحكي عليه هو 12 مليار بالروات، معناها بالفلوس متاع تونس كما نقولوا يجيو 36 مليار. دونك احنا بعاد ياسر على لي شيف خلينا نحكيو فيهم تاع 5000 مليار وغير ذلك، اللي هي معناها ارقام غير دقيقه والنجم انا الحقيقه نقول عليها تخلويف. تخلويف زاد فيما يخص شنو سيادتك، فيما يخص المسار الناس تحكي عليه، تقول يوم الدوله التونسيه ما استرجعتش الفلوس هذوما على خاطر اللجنه ما خدمتش ولا القابضه ولا غير ذلك. والحال اللي الاشكال، وانت تعرف انت كنت تخدم في الخدمه هذه داخل البرلمان وتعرف اللي القضاء الفرنسي باش ينجم يكمل في تجميد الأموال هو لازمه أحكام نهائية وباتة. نعم. يعني المسألة هي بيد القضاء. اليوم تنجم تجي للجنة تقولها شبيك ما عملتش، يكون هذاك إجراء معناها هكا فيه نوع من الفرجوية صحيح، لكن لسانسيال ما هوش غاديكا. دونك اللي احنا نخليه المربط الفرس الأصلاني اللي هو القضاء، اللي ما توا ما خرج أحكام باتة واللي هو باش تكون عنده مشكلة على خاطر هو لازم القضاء يخرج أحكام بيتا تثبت اللي ثم بلانشيمون دارجان ولا ثم فلوس جايه من عرفش انا من سرقه ولا اللي هي حاجه صعيبه في الاثبات وحتى اليوم ما نجموش يوصلوا لها. دونك الاشكال هو لهنا في الطرق اللي تعاملت بها القضيه هذه. دونك على هذاك لهنا حكينا على التخلويف. توا بالنسبه للتاريخ نتاع القضيه، احنا تاريخ القضيه كي جبدنا عليه جبدنا عليه بصفه عرضيه، قلنا انا اللي نعرفه وانا عندي النسخه نتاع القضيه هذه اللي هي تعاملت في جانفيي، فهي صدر على المحكمة الابتدائية. أنت تحكي على مسألة في المحكمة الإدارية، قد تكون مسألة مختلفة على هذه. دونك ماذا بينا وتكون نورنا ياسر كان تبعث لنا النسخة اللي عندك وإحنا ننشروها على السيت متاعنا، ما ثم حتى مشكلة، بل بالعكس إحنا الهدف متاعنا باش ننوروا الناس. لكن زاد اللي قلناه كيف حكينا على الأجيال، حكينا عليها كمسألة عرضية وقلنا اللي المهم اليوم اللي الأجيال متاع الاستئناف هي أجيال ما زالت ما وفاتش، وسمعتنا البارح قلنا هذايا، والأجيال متاع الاستئناف توفى في أوت وتقعد باقي. المشكلة هي اللي ما ركبوش المشكله هذه البلايس ما عندهم حتى علاقه بها كيما اللجنه ولا كيما الكرامة القابضه، بل هي مساله قضائيه يجب ان تحل. سي بدر الدين سالمك. اي تفضل سي بدر. نعم سالمك. اولا انا تولت الموضوع هذا لما حتى تولت معك في الاعلام، حكيت فيه بشكل عام في علاقه بالاملاك المصادره والاموال المنهوبه والاستهتار طاير. وفي السياق هذا حكيت على الكرامة القابضة وحكيت على وزارة المالية باعتبارها هي تصرف الأملاك المصادرة. نعم. وحكيت على المكلف العام لرعاية الدولة والتقصير اللي قايم به في علاقة بالعديد من القضايا المتصلة بالأموال المنهوبة والأملاك المصادرة. نعم. وهذا ثابت أمامنا حتى داخل اللجنة لما استدعيناهم، تم تقصير والمكلف العام لرعاية الدولة في حد ذاته يشتكي من عراقيل من داخل الإدارة تعيق أي تصرف او اي تحرك في اتجاه استهلاك هذه الاموال، وبالتالي هما يعترفوا بالجانب هذا. وانا ما نلزمش نبرر هذه الجهات، خاصه المساله ما تتعلقش كم القضيه هذه، هذه قضيه من عشرات القضايا. ثم من العام اللي فات مجلس الاتحاد الاوروبي يستثني 4 أسماء من قائمه المسؤولين باستعاده الاموال، من بينهم جزء من عائله بن علي وثلاث بن علي. ليش؟ ويبرر ذلك بان الجهات التونسيه لم تتقدم بما يفيد الطلب بتاعها. وهنا انا ما نقاش نخوض في التفاصيل ونحكي على القضاء في النهايه وجزء من منظومه، وانا حكيت على تواطا اطراف رسميه بلا في ذلك الجهاز القضائي، ولكن كان بالامكان سواء وزاره العدل او اي جهه اخرى تدفع في اتجاه حاله هذا الملف، لانه الاهم بالنسبه لي هو استعاده هذه الاموال وعدم تركها بايدي اطراف اخرى تستفيد منها، والحال احنا في امس الحاجه لها. موضوع الارقام نعتبرها مساله نسبيه ومساله سنويه وما خلطش فيها، هذا ثم تقدير حول انه 5000 مليار ينجم يكون اكثر ينجم يكون اقل، بالنسبه لي ثم مساله بتاع مبدا ولو مليم التوانسه في حاجه ليه، وبالتالي مهما كان الاختلاف في الارقام او التقدير حول هذه المبالغ انا نشوفها مساله سنويه. الاصل ان نحن فرطنا في استعاده هذه الاموال وعلينا ان نستعيدها بكل السبل، وكان ندائي وجهت لي للسيد رئيس الجمهوريه ليتصرف ليتدخل لانه بيده كل السلطات وبامكانه انه يحل الاشكال هذا ويسرع، والاهم بالنسبه لنا هي النتيجه ان تستعيد المجموعه الوطنيه اموالها. صح
صح. ختاما خلي كلمة ختام للهشمينوي راح يتفاعل معك. أنا لا أنا مش باش نتفاعل مش نعمل توضيح مش نعمل توضيح لأنه أنا في تقديري فما التباس في الأمر وفما ممكن ينطلق من سوء فهم أساسي وهو أنه فما زوز قضايا راهو فما القضية فما القضية اللي يحكي عليها سي القمودي هي قضية أمام المحكمة الإدارية جاءت نتيجة قرار الدولة الفرنسية بتجميد الأموال نتيجة قرار سياسي سابق في تونس أنه ضبط ليستة الناس يعني فما هذا هذه اللي صدر فيها الحكم. لكن القضية في حد ذاتها في الأصل ما زالت متعهدة بها تعهدت بها بعد المحاكم العدلية وما زالت إلى الآن مانيش فاهم فين التقصير وفين المشكلة. ما زالت في طورها القضائي أمام المحاكم العدلية وما تمش حسب الأمور فيها إلى الآن إلى الآن. شو عندك شهر هذاك أجل التقاضي واللي أنت تقول لا لا وفما فما فما قرار الدولة الفرنسية بالتجميد هذا هذا ما يفسر أن القرار جاء من المحكمة الإدارية الفرنسية مش من المحاكم العدلية. لكن قضية الأموال في حد ذاتها ما زالت أمام المحاكم العدلية وما زالت ما استوفتش كل المراحل مثل ما قالت مي ما استوفتش كل المراحل متاعها وبالتالي ما فماش حتى أي جزع وخوف من أنه ما زال ما قالش القضاء كلمته في المسألة. نستناه هو شنو نظر تنظر المحكمة الإدارية الفرنسية هل أن القرار الدولة الفرنسية مؤسس بالقانون ولا لا؟ يعني هل أن يثبت مثلا هل أن مصدر الأموال تبييض أموال أم شيء من هذا مصدر غير مشروع أم لا؟ يعني على إثر هذاك جاوب الدولة الفرنسية باش تعطي قرار من باش تعطي موقف من قرار الدولة الفرنسية حول الموضوع. لكن الموقف في الأصل من الأموال المنهوبة ما زال أمام القضاء العدلي وما زال متعهد به القضاء العدلي في تونس ولا أيار يعني في, 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 في كل مكان وبالتالي ما فماش حتى أي داعي للهلع والجزعة. لكن أنا نحب نقول كلمة فقط أنه مش حكاية اختلاف الأرقام هذا رأوا فما فرق بين اختلاف الأرقام بين 35 ألف بين 35 مليار وبين 5000 مليار احنا نولي لا مش مجرد ما نحبوش نقلوا مع هذول الناس يجب تفهم المليار شنو والمليون شنو. اذا كان ما تعرفش شنو المليار وشنو المليون تسال المختصين. نقطة وارجع للسطح. انا راهو الكلام هذا توجهنا به حتى للرئيس عندما تكلم كلام على المليارات والملايين وغيره لازم نعرفوا فاش قاعدين نحكيوا. مي الاصفار يا الهشمي الاصفار الاصفار الدوخ اي ما دكتور الاصفار قد ما التوانسه يهبلوا يقول لك احنا عندنا كنوز برا شوف الفلوس هذه فرنسا برك يقول لك ما انا على حساب نطلب اغنى من امريكا في الاخر. نرجع لك سي بدر الدين خلي لك كلمات الختام في علاقه بالموضوع اللي هو يقعد يم محل الجدل كبير الأموال المنهوبة والأملاك المصادرة بالأساس. شكرا. أنا بالنسبة إليه المسألة ما هيش مسألة أرقام مسألة مبدأ. هل استعدنا أموال المنهوبة؟ هل أحسننا التصرف في أملاكنا المصادرة وعرفنا كيفاش نتصرفوا فيها؟ كان ثابت عنا أن الجهات التي أصرفت على هذه الملفات تهاونت وقصرت بل في بعض الأحيان يرتقي التقصير إلى الجريمة. حسبه. وأنا نقول المبدأ هو استعادة هذه الأموال كاملة بقطع النظر عن الرقم شنو هو. أنا نقول اللي خلال العشرية الفارسة الحكومات المتعاقبة قصرت حال الوقت اليوم واحنا نتحدث على توفر إرادة سياسية لحماية المال العام أن تتولى الدولة بأجهزتها أن تستفيق وتتدارك ما يجب تداركه إضافة إلى أن نعاود ونجدد ندائي علينا أن نعيد فتح هذا الملف برمته من أوله لآخره. كيف تم التهاون في التصرف في الأماكن المصادرة؟ كيف بيعت في صفقات مشبوهة؟ من هي الأطراف التي استفادت منها سواء كانت أطراف سياسية وغيرها؟ وكيف نستعيد هذه الأموال للمجموعة الوطنية؟ وهذا هو نعتبره جوهر الحديث وهذا يلزمنا نركز على المسألة من حيث المبدأ. التفاصيل الأخرى كلها بالنسبة لنا تبقى ثانوية. وشكرا. واضح. شكرا جزيلا سي بدر الدين القمودي على تفاعلك معنا وتزويت.